اللي داخل الدار ديما محلوله ديرها زاويه اللي جاي يدخل اللي جا الله يرحم الوالدين والله يرحمهم وكنتمنوا من السي الحموشي عندنا الثقه في هذاك السيد راه غادي يديروا الناس الاجراءات ديالو. السلام عليكم، انا اخت المرحوم شعيب الله يرحمه. الاخ ديالي الصغير ما عندوش العقل، جاو عنده شي صحاب، ماشي صحاب شي صحابو اللي كابرين معاه، هادو صحاب ما كانش يدوي معاهم، ولقيت اللي تصالحوا معاه على اساس باش يدخلوا يعدوا للدار ويعطيوه الماكله فيها الزاج، وكلا هذيك الماكله فيها الزاج. كيفاش شوكلوا اخويا؟ راه جابوا ليه طاجين، شي جاب ليه طاجين، شي عطاه كل نهار واحد ولا تيجيب حاجه، شي تيعطيه الطاجين، شي تيعطيه العصير، شي تيعطيه الساندويش، فهمت؟ كل نهار تيعرضوا عليه، حيت شافوا الدري زعما كي طالع في الجاد وداك الشيء ما داروش ليه المره الاولى وحبسوه، هادو باينين بقاو تيعطيوه ديما. الدري ما كملش سيمانه مات، سيمانه من بعد ماكله سيمانه مات، تيتقطع الدري تيوزن 140 كيلو ما بين ليلة ونهار، ولات فيه 70 كيلو ما 80 كيلو، دري ضعاف تيتقطع تيموت، تلاح ليا تنخم شي حاجه فيها الدم وشي جوي شي حاجه باين في الصور باين داكشي. سمو ليا الاخ ديالي الصغير، ها هو دابا ماشي اصدقاء ديالو اللي كابرين معاه، هادو اصدقاء مزيفين اعداء ديال كانوا شي يعطيو ديك الصوره ديال انهم اصدقاء. هو نيه باقي صغير، هما كبر منه. بالنسبه للاختي كيف ملي وقعت هاد الوقعه، امتى وقعت ليه هاد المشكل هذا؟ امتى وقعت ليه؟ دابا 19 يوم باش مات. 19 يوم باش مات. والمرض ديالو امتى بدا التدهور ديال الصحه ديالو؟ بالزربه، النوبه الاولى عطاه بالمعده، شويه من المعده هو تيهبط تيتقطع كامل، النوبه الاولى تيصحاب المعده ضراتو غادي تفوت شويه، قلنا لا الوقيله جاتو كورونا، شكون بقينا حنا تنقول حنا ما ديناهاش فيه النوبه الاولى ما بطرناهاش، وبقى هو مقاوم داك المعده وتيمشي وتيتريني وتيعوم في البحر وتيجي عادي. يلا دار 18 سنة، يلا طلع لعبت، يلا دار 18 سنة، يلا دوز عيد الميلاد ديالو. واخا طبيعة العلاقة اللي كتجمعو بين الأصدقاء، هو دا محبوب مع كلشي، تيبغيه صغير وكبير، هما لي الحوانت تيبغيو كلشي، معروف شعيب. كنتو كتشوفو هاد الناس هادو اللي تي عندو بزاف ديال من بنادم، هو راه معروفين. معروفين على اساس انهم كنتو كتجيو عندو، كانوا كيجيو عندو، كنتو كتشوفوهم؟ ما كناش نشوفوهم، جاو في ديك لوبيريود ديك الايامات ديال الماكله. من بعد جاو شافوا الحاله ديالته تدهورات في المرض، من المرض غبروا، ومين تيشوفوني في المرض كانوا تيهربوا، تيشوفوني ما تيقولوش ليا بحال الدراري كيدير شعيب ولا كيبقى ولا شي حاجه، تيشوفوني تيحضروا راسهم بحال ما تيعرفونيش، ومين مات تيشوفني واحد منهم تيشوفني تيدير القب وتيعلق. تا هما نفس العمر، تا هما نفس السن، لا كبر منه. هادو جيران هنا، واش هما من بين ولاد الحي هنايا باقي كتشوفهم؟ قراب من هنايا، يعني قراب. واخا الفترة يعني ديال المرض ديالو، الفترة ديال المرض ديالو كيفاش عشتوها معاه؟ مؤلمة. عاودي لنا ديك يعني الفترة ديال المرض ديالو، يعني أول مرة ديتو للسبيطار، أول مرة جا كيقول لك مثلا، كيقول الام ديالو قال لي قال لي باش تحس، كنتي صارحني شعيب خويا باش تحس، صارحني اشنو عندك؟ يلا نوض ديك الطبيب، نوض ديتي هو تيخاف من الطبيب وهادشي ديال هو تقولي لي الطبيب ما تيبغيش يمشي للطبيب تيخاف، اللي سمعتي اللي شافوه في ديك الحاله تيقول هذا ما تيخافش، شوف الدري ده عنده ديك الهيئه وداك هذيك الصوره اللي عطاه الله سبحانه وتعالى، تيقول هذا ما تي، ولكن لا عطاه الله واحد الخوف، واحد الحنان في قلبه، واحد الحب للانسان ما عطاه، ما جا خلقوش الله، هو كانه خايب ولا شي دري مجرم، دري صغير يلا تيلعب. لقيت هاد الدري خويا مين قلت ليه نوض نوض شاف الاخر، ومشى معايا، مشى معايا عند طبيبه اختصاصيه الله يجزيها بخير، الله يعمرها دار واستقبلاتنا مسكينه من احسن استقبال،
ودوزت لخويا هنايا ديك خديجه السويلم الله يجازيها بخير، ودوزت لخويا مسكينه وداكشي، وقالت لي يا خوك عدو معتو مهلوكه باقي ما مهضوماش، قالت لي مهلوكه تتهضب تتهلك زعما، قالت لي وعندو ميكروب وما طالعش ليه الاكسجين القلب ولا الراس، ما نهضرش معاك دابا تديري ليا الاكسجين للدري وديري ليا هذا الراديو. السوف اللي كان عنده تقاد عليه ما بين ليله ونهار، كان تتريني وتيجي هو الوحيد اللي تيبقى يجري ويلعب كره، لا قلت لي جا قال لي يلا لعبوا كره يمشي، بقى يكون يلا دوش يمشي يلعب معك عاوتاني كره مره اخرى. الوقت اللي انا خويا ديتو درت ليه الاكسجين تساعد معنا واحد الدري بحال وجهك توا في السبيطار الصوفي، عمل الاب ديالي بخير وعبر ليه الاكسجين بكل شيء بالابارايات، وعبر ليه تا بقى ديال السكر وكل شيء، ما بقاش عنده والو، قلت الدري عنده ميكروب. ما قالوش لي نجاج، حيت الجاج ما تيقولوش كالجاج، تيقول لك ميكروب تسمم. كيفاش القضيه طورات ولا تاع الجاج؟ لا انا الجاج لاحو خويا هنا قبل ما نمشي للسبيطار، هو ما بخاف، قلت له راه لاح ولاح وريته تصاور الطبيبه داك الشيء، علاش قالت لي ديري لي هذا الراديو السويلم، ديتي قالت لي ما نهضرش معك تديري لي لي هذا الراديو وهاد الاكسجين ارجو يشبع الدري الاكسجين، راه ما وصلش لي الاكسجين للراس والقلب. ديت خويا انايا للسبيطار الصوفي، عيطت على بابا جاب الراميد وجلدنا، ديناه درنا لي الاكسجين وحط الطبيب وقف معانا الاكسجين، دوك لي مسكين واحد البراوات، طلعناه درنا ليه الراديو ديك الساعه، خرج عندو الراديو بخير، قال لي داك الطبيب نورمال ما عنده والو، شويه دري ملي تنجيبوه لهنايا تيتزاد عليه الحال، تيتقطع تيموت، تيقول لي انا تهلكت، قلت ليه صارحني تلخ، قلت ليه صارحني اش عندك، قال لي يا اختي راه وكلوني راه عندي الجاج، دخلت ماما ويشد فهاد البلاصه قال هي هنا هي هنا هي هنا تدكني شويه، بقى يدير يدير تدلف تفلها حاشاك اخويا، بقيت لي تفلها مسكين ما قدرتش ينوض يهز التليفون صور الاولى، حيدنا ليه ما بغيناش نخلعو، قلنا ليه لا 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 والو حنا باش حنا ما دير ما لحناش باش ديناش هادوك، درنا لهم التحالي دوك التفلات فين هو تنقيسو داك الشيء الزرق ديال الدجاج، حيت لقيته ويلو واحد ثانيه هادشي في الصباح بكري تما، كيفاش عيطت لي على هوندا ما لقيتش لي يدي جبت لي هوندا، دابا هما كانوا جاج كان مفرتت وقيله في الاخر ربي بغى يفضحو وداك الشيء تجمع تجمع ليه الدات ديالو، ولاو تبانوا لك طروفه كبار نجبد نوريك كلشي صافي تما، كيفاش مسكين دينا لموريزكو درنا ليه التحاليل عاوتاني في موريزكو، النوبه الاولى قالوا لك عندهم ميكروب، النوبه الثانيه دوك تصال الورق ديال الميكروب ما عطاوهمش لينا ديك التحليله غير قال لينا ميكروب، والورقات اخرى اللي عطانا واحد الطبيب اللي شافو عطانا حتى واحد التحاليل مسكين قال لينا ديروا ليها التحاليل، لقيت اللي دار لي داك الطبيب عاوتاني اللي عند دوك التحليله خرج لي داك الطبيب الثاني، درناهم في موريزكو لقيت اللي خرجوا قال لك فيه السكر، قلت ليه السكر يكون طالع ليه لاغوت تكون فيه لاسيتون خارجه ليه وما يطراش ليه، حنا تنعرف حنا عندنا حالات ديال السكر ماشي ما عندناش، تنعانيو من مرض السكر ما يقولوش لنا، حيت اللي مريض راه فيه ديك الحاله راه فيه، اللي ما فيهش راه ما فيهش، راه الله كون بغى يديرها فيه كون دارها فيه، هو ما فيهش ماشي حيت خويا، خويا انا تسمم كلو، ولقيت اللي خرجوا التحاليل رديتهم داك الطبيب، ويقول لي الطبيب راه قال لي الطبيب قولي ليهم فينا هما التحاليل الاخرين دار فيا، قال لي فينا هما التحاليل، قلت له عطاتني التحاليل، ويقول لي سيري رجعي جيبي التحاليل الاخرين، الوقيته اللي جبت التحاليل الاخرين دار فيا الطبيب قال لي نفس التحاليل اللي عطاوك سيري قول لها التحاليل الاخرين، ويضر فيا ديك خيتي اللي تعطي التحاليل قالت لي اختي خرجوا غير ديك التحاليل هذوك هما اللي كاينين، شكرا
سنطالب انا يا غير بحق الدري يشوفوا لك الميت موت الله، احنا راضين بحكم الله وكنا نموت وكنا ليها كنا ليها. سنطالب انا من سيدنا تنطالب من تشي حد بغيت نعرف، انا تنطالب من سيدنا فقط ومن السي الحموشي ومن سيدنا الله يجازيه بخير، والسي الحموشي يوقفوا مع الدوسي ديال هاد الدري ونعرفوا حنا باش مات باش حنا نبردوا والوالدين ديالنا يبردوا تما خاطرهم ما يبقاوش حتى هما يا مراد مع هاد الحاله اللي حنا تازمنا فيها ويرتاحوا حتى حنا الخوت ديالو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.